وصلنا لنصف الأول من سنة 2021. شهد سوق الهواتف الاقتصادية تراجع إنتاجية هواتف بعض الشركات، في حين كانت بعض الشركات نشيطة وكريمة في إنتاج هواتف جديدة للسوق. في حلقة اليوم نستعرض لكم أفضل 10 هواتف اقتصادية تحت سعر 250 دولارا لنصف الأول من سنة 2021، مع العلم أنها مرتبة عشوائيا وليس حسب الأفضلية. هيا بنا. البداية مع ريدمي نوت 90، هاتف اقتصادي متكامل من كل النواحي. الشاشة 6.53 انش بدقة Full HD Plus، محمية بطبقة غوريلا جلاس 5، والعتاد يتكون من Dimensity 800U من ميديا تك، جيد للاستخدام فوق المتوسط، مع سعة رام 4 جيجا بايت وخيارين من ذاكرة التخزين 64 أو 128 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 بجانب 3 عدسات مساعدة. أما الأمامية فهي بدقة 13 ميجا بيكسل، سعة البطارية 5000 ملي أمبير. شاهد رأي رقمي عن الهاتف، السعر يبدأ من 245 دولارا. ثانيا ريلمي 8 برو، نقترح عليك هذا الهاتف بشدة إن كانت الكاميرا الجيدة من أولوياتك عند اختيار هاتف جديد. كاميرا الهاتف الخلفية الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.9 تلتقط صورا رائعة بجانب 3 كاميرات مساعدة. شاشة الهاتف كذلك رائعة بدقة Full HD Plus ومقاس 6.4 إنش. العتاد يعمل بمعالج سناب دراجون 720 جي، جيد جدا للاستخدام المتوسط، مع خيارين من ساعة الرام 6 أو 8 جيجا بايت وذاكرة التخزين 128 جيجا بايت. الكاميرا الأمامية كذلك جيدة وتلتقط الصور سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل. أخيرا ساعة البطارية 4500 ميلي أمبير. شاهد مراجعة الرقمي عن الهاتف، السعر يبدأ من 248 دولارا. ثالثا بوكو M3، تواصل علامة بوكو التجارية تألقها في سوق الهواتف بهواتفها الرائعة المطروحة. يقدم هاتف M3 شاشة مقاس 6.53 إنش بدقة Full HD Plus، محمية بطبقة غوريلا جلاس 3. بالنسبة للمعالج فهو سناب دراجون 662، جيد للاستخدام المتوسط، مع سعة رام 4 جيجا بايت وذاكرة التخزين 128 أو 64 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 تلتقط صورا جيدة. أما الأمامية فهي بدقة 8 ميجا بيكسل، سعة البطارية كبيرة وتصل إلى 6000 ملي أمبير. شاهد مراجعتنا عن الهاتف، سعر الهاتف 165 دولارا. رابعا أوبو A55، هاتف من أوبو بشاشة مقاس 6.5 إنش بدقة HD Plus مع معالج ميديا تك، يعمل بشكل جيد أثناء الاستخدام المتوسط بمساعدة سعة الرام التي تأتي بخيارين 4 أو 6 جيجا بايت بذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة الرئيسية لا بأس بها بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2. الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، سعة البطارية 5000 ملي أمبير. شاهد مراجعة رقمي عن الهاتف، السعر يبدأ من 245 دولارا. خامسا جالاكسي A12، هاتف جيد من سامسونج بشاشة مقاس 6.5 إنش بدقة HD Plus مع معالج 8 نواة للاستخدام المتوسط، مع سعة رام 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين 64 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية رباعية العدسة الرئيسية تلتقط صورا جيدة بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 بجانب 3 كاميرات مساعدة لأنماط تصوير مختلفة. الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، سعة البطارية في الهاتف 5000 ملي أمبير. شاهد مراجعة رقمي عن الهاتف، والسعر يبدأ من 188 دولارا. سادسا ريدمي نوت 10، من أشيك الهواتف في فئته السعرية. يتميز بشاشة أموليد مقاس 6.43 إنش بدقة Full HD Plus ومعالج سناب دراجون 678 من كوالكوم، يعمل بشكل جيد في الاستخدام فوق المتوسط بمساعدة نسخ عدة من ذاكرات الرام والتخزين. وحدة الكاميرات الخلفية مكونة من 4 عدسات، الرئيسية تلتقط صورا جيدة بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8، والأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل، سعة البطارية 5000 ملي أمبير. شاهد مراجعتنا عن الهاتف، السعر يبدأ من 200 دولار. سابعا
Realme V15، هاتف آخر يجمع بين جمالية التصميم والمواصفات القوية. شاشة أموليد مقاس 6.4 إنش بدقة Full HD Plus، ويعمل بمعالج Dimensity 800U من ميديا تك، جيد جدا للاستخدام فوق المتوسط، مع سعة رام 6 أو 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية الرئيسية تلتقط صورا رائعة بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 بجانب 3 عدسات مساعدة، والأمامية بدقة 16 ميجا بكسل تلتقط هي الأخرى صور سيلفي جيدة. سعة البطارية 4310 ميلي أمبير. سعر الهاتف يبدأ من $250. شاهد مراجعتنا عن الهاتف. ثامنا، Honor Play 5T Live، هاتف جيد بمواصفات متوسطة وسعر لا يتجاوز $200، حيث يقدم شاشة كبيرة 6.6 إنش بدقة HD Plus ومعالج هيليو P35 مع رام بسعة كبيرة تصل ل 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 13 ميجا بكسل تلتقط صورا لا بأس بها، كذلك الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل. أخيرا سعة البطارية 5000 ميلي أمبير. سعر الهاتف كما ذكرنا $200. تاسعا، Redmi Note 10S، شبيه لأخيه الأصغر Note 10 لكن مع اختلافات مهمة، حيث يأتي بمعالج هيليو G95 من ميديا تك مع عدة نسخ من الرام وذاكرات التخزين. الكاميرا الخلفية الرئيسية تلتقط صورا رائعة بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0. الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل. بالنسبة للمواصفات الأخرى فهي شبيهة بأخيه الأصغر. شاشة أموليد مقاس 6.43 إنش بدقة Full HD Plus وسعة بطارية 5000 ملي أمبير. سعر الهاتف يبدأ من $229. عاشرا وأخيرا، Realme Q3 Pro، أفضل ما قدمت ريلمي هذه السنة حتى الآن. مواصفات رائدة في سعر جد متوسط. شاشة أموليد مقاس 6.43 إنش بدقة Full HD Plus بمعدل تحديث 120 هرتز، ويعمل بمعالج Dimensity 1100 الجديد والقوي من ميديا تك، مع سعة رام 6 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، أو رام 8 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، والأمامية بدقة 16 ميجا بكسل. سعة بطارية الهاتف 4500 ميلي أمبير، وسعر الهاتف يبدأ من $250. كانت هذه أفضل 10 هواتف من وجهة نظرنا بأقل من $250 في النصف الأول من سنة 2021. شاركنا رأيك حول أفضل هاتف في هذه القائمة تراه مناسبا لتكمل به ما بقي من السنة، وإن كان هناك هاتف آخر يستحق أن يكون ضمن القائمة ولم نذكره شاركنا إياه في الأسفل. نلتقي في الحلقة القادمة من أفضل 10 على رقم تيفي.